بعد طبعا موضوع وزير الزراعة النهاردة دكتور حسام المغازي وزير الري والموارد المائية تسلم مهام القيام بأعمال وزارة الزراعة مؤقتا لحين اختيار وزير آخر. بدأ بالفعل في مباشرة مهام وزير الزراعة بالإضافة طبعا لحقيبة الري تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وخلفا لدكتور صلاح الدين هلال اللي استقال من منصبه امبارح على خلفية اتهامات موجهة ليه في قضايا فساد وبداية التحقيقات معاه. دكتور حسام المغازي النهارده عمل مؤتمر صحفي قال فيه انه هيدي اهتمام خاص للمشروعات المشتركه بين الوزارتين، خاصه مشروع المليون ونص فدان وتطوير بحيره المنزله ومشروعات التكامل ما بين مصر والسودان. بخصوص ملفات الاراضي والفساد قال دكتور مغازي انه هيتم التنسيق مع الجهات الرقابيه المعنيه ولن نتستر على اي فساد، واي ملفات هتطلبها الجهات الرقابيه هتكون جاهزه. ده في الوقت اللي أكد فيه برضو أنه بيتم الإعداد بشكل جيد لاحتفالية عيد الفلاح بكرة إن شاء الله، اللي قال إن شاء الله العيد ده هيشهد مفاجآت سارة للفلاحين. من ناحية تانية برضو في أول مهامه كقائم بأعمال وزير الزراعة دكتور حسام المغازي النهاردة شهد إطلاق التوأمة ما بين الاتحاد الأوروبي ومركز البحوث الزراعية، وقال إن مشروع المليون ونص فدان بيمثل تحدي كبير قدام شعب مصر وحكومة مصر في المقدمة رجال البحث العلمي علشان يتم إنجاز المشروع ده في وقت قياسي ومضاعفة نسبة التوطين بالمناطق الصحراوية وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج وزيادة حصة مصر من الصادرات الزراعية.